تمام، أنا عايز باختصار شديد ولن أقاطعك تعقد لي مقارنة بين ضيق القناة العصبية الأسباب والأعراض وبين الانزلاق الغضروفي. تمام يعني ده ضيق القناة العصبية إيه والانزلاق الغضروفي إيه؟ تمام طيب يلا. هو حاجة بسيطة، احنا هنقول ده ريموت أو موبايل أنا بستخدمه، مع مرور الوقت هيبدأ يضعف. تمام. مع مرور الوقت أنا جايبه من سنة، كمان 5 سنين بطاريته هتضعف، كفاءته هتقل، هيبدأ يعني وظيفته يعني تتناقص شوية. تمام. طيب ده نفس الموبايل ده لو وقع مني أو اتخبط أو اتكسر، الوظيفة اختلت بس بسرعة. فده الغضروف. الغضروف بيحصل قطع أو شرخ أو فتق في الغلاف بتاع الغضروف، والمادة اللي هي موجودة المفروض إن هي بتأدي وظيفة نعم. خرجت من مكانها وضغطت على عصب، مفاجئ. فحاجة مفاجأة. تمام. ممكن نشوفها نتيجة شيلة تقيلة، فالشيلة كانت جامدة فضغطت جامد، فالغضروف زي ما نقولوا كده تجاوزا، يعني هو الناس ما بتحبش تسمع كلمة انفجار أو يعني تقلق شوية، لكن إن هو حصل فتق والمادة دي خرجت بسرعة من مكانها وداست على العصب، فده ايه؟ الانزلاق الغضروفي. طيب. لكن ضيق القناه العصبيه زي ما قلت لحضرتك كده هو الموبايل اللي معايا بقاله مثلا 5 سنين وبطاريته بدات تضعف، ابتدى فهي يهنج بقى شوية. بدا شويه يضعف، بدا شويه يضعف، ديت اللي هي الفقرات. طبيعي مع الوقت هيبدا يحصل، احنا كنا يعني شرحنا كده ان هو بيبدا الغضروف يقل شويه، والليجامنتم فليفم او رباط الاربطه الأصل. تبدا ايه تكش شويه وتبدا تتضخم وتترهل، دي تضايق القناه العصبيه شويه، العظم اللي هنا بيحتك يبدا يعمل زياده عظميه يضايق القناه العصبيه شويه، الحاجات دي كلها بتحصل بالراحه واحده 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 واحده، تراكمي. فده الفرق الجوهري الجوهري. الاساسي. وعشان ضيق القناه العصبيه بيحصل بالراحه اوقات كتير المريض ما يحسش بيه، يعني ممكن يكتشفه مفاجاه ان هو بيعمل تصوير لاي سبب، فيلاقي القناه العصبيه عنده ضيقه، يلاقي القناه العصبيه تمام. عنده ضيقه. اقول لحضرتك حاجه تانيه، ممكن يلا. يجي له انزلاق غضروفي مع ضيق القناه العصبيه فيعمل تصوير فيلاقي، يعني بمعنى هو عنده ضيق عنده قناه، انزلاق عنده يلاقي ضيق ضيق. قناه العصبيه، عنده ضيق في القناه العصبيه. ده حاجه لوحدها، زي مثلا مريض عنده ضغط وبعدين راح يعمل حاجه شويه لا عنده سكر، هو مش مرتبط، ضيق القناة مش مرتبط بالغضروف أصلا يعني. في اشتراك ما بينهم بس بعض الحاجات، مش لكن بشكل رئيسي يعني. ضيق القناة العصبية في جزء منه ممكن يكون سبب غضروف. أوضح بس المثل اللي بقول لحضرتك يلا. عليه، هو حضرتك أنا الموبايل نفسه، الموبايل اللي معايا إحنا بنقول دلوقتي الموبايل مع الوقت بدأ إيه يضعف شوية. نعم. طيب أنا الموبايل معايا دلوقتي بقاله مثلا معايا 2 سنين بطاريته بدأت تضعف شوية، طب لو وقع انكسر انتهى حصل في ساعة خلل، فهو فجأة. ده الغضروف. يعني انا عندي دلوقتي القناه العصبيه كده كده بدات تحصل، بدي مثلا من سن ال 30 تضيق شويه تضيق شويه تضيق شويه، وانا عندي 40 سنه جيت شلت شيله تقيله، ف بيحصل كده غضروف. حصل انزلاق غضروفي، فحصل حاجه فوق حاجه، يعني هي القناه العصبيه اوريدي بدات تضيق تمام. بالفعل، بدات تضيق وانا عملت حاجه مفاجاه او اتخبطت او لا قدر الله حاجه من الحاجات ديت، فحصل انزلاق للماده اللي موجوده بين الفقرات وعملت الضغط، المريض بدأ يحس بألم وعرق نسا ووجع شديد، فنعمل هي تصوير نفس الأعراض هي نعمل هي نفس الأعراض هي يعني نفس الأعراض، ما هو ده كده انزلاق غضروف، نعمل تصوير رنين مغناطيسي يقول له أنت عندك غضروف في الرابعة والخامسة، بس كمان المستوى اللي فوق ضيق والمستوى اللي تحت ضيق، الحاجة دي كان ممكن ما يشتكيش منها غير مثلا كمان 10 سنين، بس إحنا عملنا الرنين أهو صورنا فبان الأعراض دي موجودة. تمام. نفس الأعراض، تنميل، خضران، بالظبط حلقان، رسع بالظبط كهرباء، بالظبط، بس نفس هي في حالة الانزلاق الغضروف بتكون حادة شوية، أخطأ حادة وسريعة وأسرع. ومزعجة. يعني بمعنى الانزلاق الغضروفي حاجه من اتنين، يا مزعج يا مؤذي، يا مزعج يا مؤذي بالصوره التقليديه اللي احنا عارفينها، ايوه. يعني الانزلاق الغضروفي واحد حصل له غضروف منزلق مره واحده فبيعمل له وجع، صرخ في الرجل، عرق نسا، رجلي مش قادر، يعني الناس بتبقى بتشتكي منها جامد، اقطعوا لي طبعا. رجلي انا مش مستحمل، ده اللي هو الازعاج. بمعنى ايه الازعاج؟ او ان هو يكون عامل اذيه، ان هو مش عارف يحرك رجله، يعني دول الحاجتين يصل الى الحاجتين هذه